نعم محمد، في الحقيقة باعتبار أن اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية كان قد حقق نسبة 31% من الأصوات، وبينما معسكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حقق حوالي 19%. هذا الموضوع دفع بماكرون بحسب مراقبين للقيام بمقامرة سياسية هدفه من خلالها أن يظهر للفرنسيين بأنه هو الوحيد الذي يضمن أمن فرنسا، وأن وصول اليمين المتطرف إلى البرلمان الأوروبي هذا الأمر يهدد أوروبا وأيضا يهدد أمنها واقتصادها والاستقرار فيها. طبعا ماكرون تحدث عقب الانتخابات الأوروبية وفوز اليمين المتطرف فيها إلى الفرنسيين، وكانت رسالته مفادها بأنه أنا أو الفوضى، وهذا ما دفعه إلى حل الجمعية الوطنية أو البرلمان الفرنسي والدعوة إلى انتخابات مبكرة. طبعا كما تعلم فرنسا أمام عدة ملفات ساخنة سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. على الصعيد الخارجي حرب أوكرانيا وأيضا حرب غزة، بالإضافة أيضا إلى الموضوع الداخلي واستعداد البلاد لاستضافة الألعاب الأولمبية بعد نحو أسبوع تقريبا من هذه الانتخابات أو من نتائج هذه الانتخابات. ماكرون يحاول إيصال صورة للناخبين الفرنسيين بأنه في حال وصل اليمين المتطرف إلى السلطة فسوف نرى ماذا سوف يفعل، وبالتالي فإن أي فشل في إدارة هذه الملفات سيدفع بماكرون للقول للفرنسيين بأن هؤلاء الذين انتخبتموهم وأوصلتموهم إلى السلطة قد فشلوا، وبالتالي من الممكن أن يهدد أيضا فرص اليمين المتطرف في الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، وهو ما تطمح إليه مارين لوبين. إذن بحسب كثير من المحللين والمراقبين، ماكرون حاول إيصال رسالة حقيقية للفرنسيين بأنه أنا أعتمد عليكم، بأنني أنا الوحيد القادر على إدارة الأمور. طبعا كما تعلم ماكرون كان قد سخط عليه الشارع الفرنسي بعد عدد كبير من الإجراءات والقرارات التي اتخذها، وعلى رأسها إصلاح نظام التقاعد، لكن اليوم يحاول أن يقول للفرنسيين بأن اليمين المتطرف في حال وصل إلى السلطة فإنه سيكون هنالك انهيار اقتصادي للبلاد، وأيضا تراجع موقع فرنسا على الساحة الدولية. إذن علاء، وهذه نقطة مهمة، لن تكن فرنسا مجبرة على حل الجمعية الوطنية البرلمان على الدخول في انتخابات مبكرة، لم تكن مجبرة، لكنها رؤية ماكرون ومعسكره. تماما، هي ليست فقط رؤية معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأن الأعضاء في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا كانوا قد تفاجؤوا من قرار حل البرلمان الفرنسي، لكن هو اليوم يحاول أن يكسب مزيد من الأصوات كما ذكرنا، ويحاول أن يصدر نفسه بأنه هو الوحيد القادر على إدارة هذه الأزمات جميعها. كما تعلم بأن ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبداية الولاية الثانية له شهدت أكبر تغيير لعدد رؤساء الوزراء على في الجمهورية الخامسة، أكثر حوالي 4 وزراء تم تغييرهم حتى هذه اللحظة. لكن بالمقابل أيضا يقول مراقبون بأن هذا هو فخ سياسي قد يوقع اليمين المتطرف فيه، يقع فيها اليمين المتطرف في الجولة الثانية، على اعتبار بأنه من الممكن أن يترشح اليمين المتطرف للجولة الثانية يليه حزب أو أحزاب اليسار الجبهة الشعبية الجديدة، وبالتالي سيكون هنالك نوع من التعايش ونوع من التحالفات بين الأحزاب السياسية لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف، وهذا ما حدث بالفعل في الانتخابات الرئاسية عام 2022 عندما وصلت مارين لوبين وماكرون إلى الجولة الثانية، وبالتالي قامت مجموعة من الأحزاب بالتصويت لماكرون لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف. طبعا يمكن القول بأن اليوم فرنسا أمام مشهد سياسي معقد، صناديق الاقتراع ستكون هي الحكم والفصل في هذه الانتخابات، لكن السيناريوهات كما ذكرها التقرير عدة، وهي 4 سيناريوهات، إما تعايش سياسي، وإما أن يكون هنالك حكومة ائتلافية أو حكومة تكنوقراط، أو أن تتحد الأحزاب جميعها فيما بينها للإطاحة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا ما رفضه ماكرون وقال بأنه لن يتنحى حتى انتهاء ولايته الثانية عام 2027. سؤالي الأخير لك علاء، كذلك أرجو منك أن توضحه لنا مشكورا، يعني ما الذي تغير لديك على الأرض؟ نحن نلحظ من ورائك، يعني اليوم السبت يوم عطلة في فرنسا، الفرنسيون ربما بعض السائحين في نهاية المطاف، الناخب يريد امتيازات، يريد عيشة هنيئة،
يودي زيادة في الدخل، قلة في الضرائب، ربما قلة في البطالة، مستويات صحية أفضل، تعليمية أفضل، وهكذا. ما الذي تغير لديك على الأرض؟ لماذا صعد اليمين القومي طبعا؟ في الحقيقة صعود اليمين المتطرف ليس وليد هذه اللحظة، وإنما هو امتداد للولاية الأولى والثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. طبعا الولاية الثانية وبقيام الرئيس ماكرون بتمرير إصلاح نظام التقاعد بالقوة وتجاهله للمعارضة من الأحزاب السياسية الفرنسية داخل البرلمان الفرنسي ولجوئه إلى القوة التنفيذية أو السلطة التنفيذية بدلا من التشريعية، هذا الأمر أثار سخط كثيرين في الداخل الفرنسي. أيضا موضوع الدعم الذي يقدم من قبل فرنسا لأوكرانيا، وهنالك أزمات اقتصادية تعاني منها البلاد، منها التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار، جميع هذه العوامل دفعت بالناخب الفرنسي اليوم لإيجاد بديل. طبعا اليسار الذي يحاول استقطاب اليد العاملة والعمال، وخصوصا بعد الإعلان الذي صدر عن الكونفدرالية العامة للشغل هنا في فرنسا، والتي أيدت الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم 4 أحزاب يسارية كبرى، قالت أنه سيتم التصويت لها. أيضا سكان الأحياء الشعبية والأحياء المهمشة يقفون ويصطفون إلى جانب اليسار، لكن القوميون هم من يقفون إلى جانب اليمين المتطرف. طبعا نتيجة الانتخابات الأوروبية لا يمكن أن تعكس نتيجة الانتخابات في الداخل الفرنسي، على اعتبار بأن الانتخابات البرلمانية الأوروبية شهدت عزوف كثير من الشباب وقطيعة لهذه الانتخابات، على اعتبار بأن كثيرين يقولون بأن هذه الانتخابات لا تهمنا. أما في الداخل الفرنسي فالسيناريوهات جميعها مطروحة، ويمكن أن تقلب الطاولة على اليمين المتطرف وعلى رأس مارين لوبين، التي حاولت جاهدة منذ عام 2017 وحتى اليوم الوصول إلى هرم السلطة، ولكنها في كل مرة تفشل. وبالتالي اليوم يمكن القول بأن المنافسة في الجولة الثانية ستكون محتدمة بين اليسار، أقصى اليسار، وبين أقصى اليمين. الزميل علاء الدين صلال متحدثا إلينا من باريس العاصمة.